من هذا الطريق الرابط بين مدينة تعز وريف هذه المخزون البشري في مديريات الحجرية مرت الحشود إلى الساحة، حيث انطلقت منها أولى هتافات ثورة فبراير السلمية. محمد علي سعيد أحد شباب الثورة ورئيس المجلس الثوري، برفقة كاميرتنا يستعيد محمد ذاكرة المكان عن واحدة من أبرز المحطات المصيرية في مسيرة فبراير. المسيرة كانت مكان النقطة الواقعته، موقع 23 كان في هذا المكان تماما، يضرب باتجاه المسيرة مباشرة، الضرب إلى مقدمة المسيرة ووسط المسيرة ومؤخرة المسيرة. استهدف قيادة المسيرة بالذات كان وكيل المحافظة الأستاذ محمد عبد العزيز. كان النظام حينذاك قد قرر تحويل المسار الثوري عن سلميته، فأقدم على إحراق ساحة الحرية مساء 29 من مايو 2011 لتبدأ بعدها إجراءات عزل المدينة عسكريا. القوة اللي كانت متواجدة هنا منتشرة على كل الأماكن، بجانب الخزان في الدبة الأعلى وفي هذا المكان، والدبابة كانت على هذه الدبة وموجود أفراد معها وأفراد على الدبة. الاستعداد الذي كان من قبل أفراد النقطة كان لمواجهة عسكرية ليس لمسيرة سلمية. صباح الثالث من يونيو تدفق الشباب الإنقاذ رفاقهم، لكن رصاص العسكر توزع على كافة مداخل المدينة ومنها مدخل الضباب الرئيسي. وجود نقطة أمنية في هذا المكان ووجود نقطة عسكرية في نقطة الهنجر، اثنين شهداء سقطوا، تم تشتيت المسيرة والتفافها تفرقت المسيرة. مر شباب الحجرية من عشرات الطرق الفرعية وكذلك فعل آخرون ليشهد مساء ذلك اليوم الدامي ميلاد فجر جديد. شهيدان هنا وآخرون في منافذ أخرى سقطوا شهداء وجرحى، وفي داخل الساحة أيضا قدموا حياتهم ثمنا لانتزاع السلمية من فوهات البنادق لتعود الثورة إلى ساحتها الأولى، ساحة الحرية في قلب تعز. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.